السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة عاملين مراجعة على كل القواعد والأساليب النحوية أو قواعد النحو للسنة الأولى ابتدائي أو الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي التاني المنهج الجديد. هنراجع على كل قواعد النحو الترم التاني في فيديو واحد شامل كل المنهج وبترتيب الدروس. أي حد وقع في النحو، أي حد فاته دروس نحو مش فاهمها، يتابع معايا الفيديو ده، يسمع معايا الفيديو ده من الاول للاخر، مش هيندم، هيطلع سنة تانية مرتاح في النحو، مفيش حاجة هتفوته. هنشرحه بطريقة مبسطة جدا 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 ومختصرة عشان ما اطولش عليكم، وطريقة سهلة، كل ام تمسك ورقة وقلم وتكتب معايا، تسجل القواعد اللي هكتبها او هقولها او الملاحظات اللي انا هقولها. طفلك مش هيحتاج اي حاجة تاني في النحو ده، النحو بتاع سنة اولى ابتدائي كله، تقول ما اول وترمي تاني بترتيب الدروس، فيديو واحد شامل كل المنهج. تابعوا معايا، كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي يعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل المراجعات وكل الملخصات بمجرد ما انزلها على طول. هنبدأ مع بعض. اول حاجة عندي، اول قاعدة عندي، المد بالالف، المد بالياء، المد بالواو، اسماء الاشارة، ضمائر المتكلم، ياء الملكية، ضمائر الغائب، التاء المربوطة، المذكر والمؤنث، الشدة، اللام الشمسية والقمرية، التنوين بالفتح والكسر والضم، ضمائر المخاطب، المفرد والجمع، الفعل الماضي والمضارع، ازاي نحط سؤال او نضع سؤال، ادوات الاستفهام، كل ده هنشرحه بالتفصيل بطريقه مبسطه جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر واتفرجوا معايا. اول قاعده عندي هناخدها النهارده المدود او المد بالالف. احنا طبعا عارفين ان حروف المد عندي 3، مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء. لازم نعرف الطفل يعني ايه حرف مد ويعني ايه ممدود. حرف المد، المد يعني الاطاله، يعني بطول صوت الحرف. بس كده انا عندي كلمه بحار، انا عايزه اشوف الكلمه دي فيها مد بايه. طبعا الكلمه دي فيها مد بالالف. والممدود، انا عايزاكم تحفظوا الاغنيه دي، الممدود قبل المد، الممدود الحرف اللي قبل المد يسمى ممدود. يعني انا ادور على المد اشوف ايه الحرف اللي لازق فيه او اللي قبله، عشان في ناس بتبص على اللي بعده، لا اللي لازق في المد على طول ده اسمه ممدود، ده الحرف اللي انا بمده. فانا عندي اول حاجه المد بالالف، اطول صوت الالف، ما بنطقش الالف، انا بطول صوته زي كلمه بيحار. الممدود الحرف اللي قبل المد، هو اول قاعده بيقول لي استخرج المد والممدود. انا اقول له الكلمه فيها مد بايه، مد بالالف، والممدود الحاء. تاني حاجه كلمه جمال، مد بالالف والممدود الميم. دي تدريبات اول حاجه اللي هي خاصه بالمد بالالف. وهنا بيقول لي نحلل الكلمه، لما نيجي بنحلل اي كلمه او بنقطع اي كلمه لازم المد والممدود بيجوا مع بعض في نفس المقطع في نفس المكان. يعني لما باجي احلل اي كلمه بمشي حرف حرف، ابص بعد الحرف اللي انا كتبته لقيت مد احطه معاه في نفس المكان، ما لقيتش مد احطه في مقطع تاني. يعني انا هنا الاول كلمه دواء هكتب الدال، اكتب بس بالقلم الرصاص ثواني، هكتب اول حاجه انا عندي هنا كلمه دواء، عندي الكلمه دي فيها مد، هحلل الكلمة. قصدي أول حاجة هكتب الدال، هبص بعد الدال في مد، لا محدش يقولي إن الواو دي مد عشان أنا بنطقها دا و، يعني عليها فتحة، فأكتب الواو، أبص بعد الواو في مد، أه في ألف، يبقى أحط الألف معايا، وفي الآخر هكتب الهمزة لوحدها. تاني حاجة هكتب السين، أبص بعد السين في مد، لا اكتب بعد كده الميم، بعد الميم في مد، اه المد والممدود مع بعض في نفس المكان، احط الهمزه. دي القاعده الخاصه بتحليل كلمات المدود، ده بينطبق على كل المدود سواء مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. هنا بيقول لي ادمج المقاطع، عندي الكلمه بحار، هل ده تدريب بيعلمنا ان الطفل يعرف يدمج الكلمه مع بعض، يلزق الحروف في بعضها، بحار، جمال، حبال. هنا بيعلمنا ان الطفل يبقى عنده سرعه بديهه او يعرف ايه الكلمه دي ويعرف ايه الحرف اللي ناقص، بتدريب على القراءه. يعني انا عندي هنا حصان، حصان نحط لها حصان، نحط لها نون. دايما المد بالالف بيجي قبله فتحه، يعني دايما ما ينفعش المد بالالف، يعني ما ينفعش اقول حيسي، ما ينفعش المد بالالف يجي قبله حاجه غير الفتحه، فالمد بالالف بيجي قبله فتحه. الالف بيحب الفتحه والياء بتحب الكسره والواو بتحب الضمه. ده التدريب الاول الخاص بالمد بالالف. عندي برضو المد بالياء، المد بالياء نفس اللي عملناه في المد بالالف، هو المد بالياء. هقول الكلمه فيها مد بالياء والممدود الميم، مد بالياء والممدود العين،
انا طبعا مش هكتب عشان ما اضيعش الوقت الفيديو او اطول عليكم، احنا بنعمل مراجعه سريعه مع بعض. لو حد عايز الورق ده او الملخص ده يطبعه لابنه او يكتبه او يحله او يصوره يكتب لي في التعليقات، وانا هبقى هقول له موجود فين بالظبط. يعني اكتب لي انا عايز الملزمه او انا عايز الملخص اللي معاكي، جميله جدا 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 جدا، وفيها تدريبات جميله قوي. اللي عايزها يكتب لي في التعليقات وانا هجيبها له على طول. نفس اللي عملناه في المد بالالف هنعمله في المد بالياء، هنعمله في المد بالواو، ونحفظ اغنيه الممدود قبل المد. دي اول حاجه عندي. انا عايزه بس افرجكم على الملزمه او الملخص. التدريبات الموجوده فيه كتير جدا على المدود. يعني انا عندي صفحه اهي دي تدريبات على المد بالالف والواو والياء، وفي صفحه تانية عندي اهي دي المد بالواو، وفي صفحه تاني ودي صفحه تاني ادمج المقاطع دي، ودي صفحه تحت نكتب الحرف الناقص. كل دي تدريبات في المنظمه. ده تدريب حلو قوي، بيعلمنا بيعلم الطفل ان هو يرتب الكلمه، مش اللي هو يلزق بقى الحروف في بعض، لا يحاول هو يستخرج كلمه من الحروف دي. فهنا بقى عندنا كلمه ايه، نرتب الكلمه دي، هو بقى بيقعد يدور. الطفل طبعا بتبقى في الاول صعبه بس بعد كده بتبقى سهله بالنسبه له. جبن، كلمه عسل، كلمه بلح. فده تدريب حلو قوي. عندنا هنا بقى الضمائر واسماء الاشاره، دي زي املة كده بيدوس عليها وبيكتبها. اسماء الاشاره هذا وهذه وهؤلاء، ضمائر المتكلم انا ونحن، ضمائر الغائب هو وهي، هنشرحهم برضو بالتفصيل. هندخل على القاعده اللي بعد كده، حروف الجر او الظواهر اللغويه. حروف الجر دي حلوه قوي، في اغنيه جميله لحروف الجر انا محفظاها لابني. لو حفظنا الاغنيه دي هنعرف حروف الجر على طول، مش هننساها. حروف الجر 8، من الى على عن في، والباء واللام والكاف شابكين في الكلمه. انا عندي في حروف متصله وفي حروف منفصله، دي الحروف المنفصله ودي الحروف المتصله اللي هي متصله بالكلمه، باء وكاف ولام. فانا عندي حروف الجر 8، من الى على عن في، والباء واللام والكاف شابكين في الكلمه. حروف الجر دي حروف بتربط الكلام ببعض، بتربط الجمله. يعني الجمله من غير حرف الجر ما بيبقاش ليها معنى. يعني انا هنا اخذت الكتاب امير، يعني ايه اخذت الكتاب امير؟ لما نحط حرف الجر فالكلمه بيبقى ليها معنى. اخذت الكتاب عن امير ولا من امير؟ من امير. اعطيت الكتاب على احمد ولا لي احمد؟ اعطيت الكتاب لاحمد. وضعت الكتاب الى الرف ولا على الرف؟ على الرف. ابتعد عن بيت الزواحف، باسم شجاع على الاسد ولا كالاسد؟ كادي يعني عامله زي مثل او زي الاسد او مثل الاسد، زي الاسد. او باسم شجاع كالاسد، فمتصله ان احنا بنلزقها فيها في الكلمه. تصنع الملابس من القطن، دي قاعده تانيه اللي هي حروف الجر. حروف الجر 8، من الى على عن في، والباء واللام والكاف شابكين في الكلمه. ندخل على القاعده اللي بعد كده، دي كل دي تدريبات اهي على حروف الجر، جميله جدا 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 جدا. تعال ندخل على القاعده اللي بعد كده. القاعده اللي بعد كده اسماء الاشاره، هذا وهذه وهؤلاء. لازم نعرف اسماء الاشاره هذا وهذه وهؤلاء. طبعا فيها هذان وهاتان بس مش مكررين علينا في سنه اولى. اسماء الاشاره، هذا المفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث، وجمع غير العاقل. يعني ايه جمع غير العاقل؟ اي حاجه جمع مش بتتكلم، جماد بناخد لها هذه. اي جمع عاقل بيتكلم بناخد له هؤلاء، جمع سواء كان مذكر او مؤنث. علشان في الاولاد مش عارفين يعني ايه، يعني هما مش عارفين يعني ايه كلمه عاقل او غير عاقل، فاحنا نبسطها لهم. يعني مش لازم نعقد المعلومه ليهم، لازم نبسطها لهم. عاقل اللي هو بيتكلم اي حاجه بتتكلم، اللي هو احنا البني ادمين، الفلاحين، المهندسين، الطيارين، الصيادين، الطباخين، اي حد بني ادم بيتكلم عاقل ده اسمه عاقل، بناخد له هؤلاء. اي حاجه جماد مش بتتكلم زي الترابيزات، المراوح، الابواب. برضو في اطفال يقولوا ايه بتتكلم، لو قلنا لهم الكلاب يقولوا الكلاب بتتكلم، لا الكلاب ما بتتكلمش، الكلاب بتهوهو. بيتكلم يعني بني ادم بيتكلم عاقل. فاي جمع غير عاقل بناخد له هذه، اي جمع عاقل بناخد له هؤلاء، عشان دي بنتلخبط فيها قوي. اسم الاشاره، هذا للمذكر وهذه للمؤنث. كل دي تدريبات على اسماء الاشاره. انا عندي بنت، هذه بنت، هذا قلم، هذه لعبه، هذه شجره، هذا قرد، هذه زرافه، هذا سرير، هذه كره. كل دي تدريبات دي على هذا وهذه. طب تعالوا نشوف تدريبات تاني هنا الناحيه دي. هنا بقى برضو هذا وهذه، بس هنا جايب لي بقى ايه، مش مفرد ومش مفرد مذكر ومفرد مؤنث، جايب لي اللي هو جمع غير العاقل اللي انا بقول لكم عليه. انا عندي اوراق، اول ما ابص للكلمه اميز كلمه مفرد ولا جمع،
لو لقيتها جامعه مش هكتب على طول جامعه هؤلاء، اشوف جامعه عاقل ولا غير عاقل. يعني انا هبص للكلمه جمع ولا مفرد، جمع ابص جامعه عاقل ولا غير عاقل، عشان مش اول ما الاقي اوراق اقوم كاتب هؤلاء، لا افكر. اشجار هذه، اقلام هذه، اعلام هذه، ابواب هذه، كل ده جمع غير عاقل. مدارس، مخابز، معامل، ملاعب، ملابس، مكاتب، مراكب، مفارش، مطابخ، مزارع، مكاتب، كل دي هذه، عشان كل ده جمع غير عاقل. ديوك عصافير، هو عايزين جايب لنا كل ده على جمع غير عاقل عشان يورينا الفرق بين العاقل والغير العاقل. تمام، نشوف اللي بعده. كل دي بقى تدريبات على اسماء الاشاره. هنا نحط هذا وهؤلاء، معلم هذا، معلمون هؤلاء، مهندس هذا، مهندسون هؤلاء، طبيب هذا، اطباء هؤلاء. طب اطباء دي جمع، افكر جمع، الاطباء دول بيتكلموا ولا ما بيتكلموش؟ اطباء دول عاقل، يبقى ناخد هؤلاء. اولاد عاقل، جمع عاقل، تلاميذ جمع عاقل، فلاحون جمع عاقل. هنا بيقول لنا هذه وهؤلاء، برضو نفس هذا، نفس هذا وهؤلاء، هذه وهؤلاء، هذه بنت، هؤلاء بنات، هذه معلمة، هؤلاء معلمات. هنا بيقول لنا هذا وهذه وهؤلاء، ربط التلاتة ببعض، ولد هذا ولد، هذه بنت، هؤلاء أولاد، هؤلاء بنات، هذا معلم، هذه معلمة، هؤلاء معلمون، هؤلاء معلمات، هذا تلميذ، هذه تلميذة، هؤلاء تلاميذ، هؤلاء تلميذات، هذا نشيط، هذه نشيطة. كل دي تدريبات في الملزمة. الملزمة جميلة جدا جدا جدا، وفيها تدريبات كتير بتساعد الطفل على فهم القواعد. عندنا ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المتكلم أنا ونحن، مين اللي بيتكلم؟ أنا، يبقى اسمها ضمائر متكلم. أنا للمفرد المذكر، ونحن للجمع المذكر والمؤنث، والمثنى المذكر والمؤنث. المثنى اللي هو اتنين، احنا قلنا الجمع اللي هو اكتر من اتنين، المفرد اللي هو حاجة واحدة، المثنى اللي هو حاجتين، الجمع اللي هو اكتر من اتنين. فاحنا المثنى مش مقرر علينا، بس احنا عارفين نحن دي الجمع والمثنى. انا عندي التدريبات، نحط انا ونحن، ضع انا ونحن، انا ولد، انا بنت، انا طبيب، اصحاب نحن، انا معلم، كبار نحن كبار، نحن أولاد، نحن بنات، نحن أطباء، نحن أطفال، أنا طفل، أنا طويل. كل دي تدريبات على ضمائر المتكلم. فقلنا ضمائر المتكلم أنا ونحن، أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء. أنا بشرح بسرعة علشان وقت الفيديو ميبقاش طويل، وفي نفس الوقت إن الفيديو مش عايز أعمله على جزئين عشان محدش يتوه مني، يبقى هو فيديو واحد شامل كل المنهج وتدريب ترتيب الدروس. يا ريت كل اللي بيتفرج على الفيديو يعمل شير عشان يعم النفع للجميع. انا اسفه الموبايل هيفصل شحن، بس انا مش عايزه اقطع الفيديو. ندخل بعد كده القاعده اللي بعد كده، ياء الملكيه. ياء الملكيه دي ياء المتكلم، ياء بتضاف في اخر الكلمه عشان تبين ان الحاجه دي تخصني. ياء الملكيه هي نوع من انواع الياء المتكلم، بمعنى ياء الملكيه هي ياء متكلم. فياء الملكيه هي ضمير عائد على المتكلم نفسه، سواء كان الشيء الذي اتكلم عنه ملكي، حاجه بملكي انا، او فعل وقع عليا انا. في كل الحالات يعود على المتكلم نفسه. يعني ايه الملكيه دي؟ بتعود عليا انا، دي حاجه تخصني انا. زي ايه؟ كتاب، كتابي، بنحط ياء في اخر الكلمه. ضرب، ضربني انا اهو، اذا اتصلت بفعل تسمى ياء متكلم. كتاب، كتابي. قلم، قلمي، بنضيف الياء في اخر الكلمه. انا مش عايزه افصل الفيديو عشان الموبايل هيفصل شحن، بس هنكمل عشان يبقى كله في مكان واحد، فيديو واحد. ياء بنضيفها في اخر الكلمه عشان تبين ملكيه الحاجه لنفسك، ياء ملكيه. القاعده اللي بعد كده ضمائر الغائب. ضمائر الغائب هو وهي، هو للمفرد المذكر وهي للمفرد المؤنث. عندنا مفرد المذكر اللي هو الولد، المفرد المؤنث اللي هي البنت. اخي ناخد له هو، اختي هي، تلميذ هو، تلميذه هي. كل دي تدريبات على ضمائر الغائب. انا اسفه بس الموبايل هيفصل شحن، فالفلاش فصل، فعمل خيال. القاعده اللي بعد كده التاء المربوطه. التاء المربوطه ليها شكلين، شكل متصل بالكلمه وشكل منفصل بيبقى لوحدها، تاء مربوطه عامله زي الكوره كده. طبعا التاء المربوطه سهله، تلميذ، لو حطينا التاء المربوطه تبقى تلميذه، مذكر ومؤنث، معلم، معلمة. كل دي تدريبات التاء المربوطة.
دي اشكال التاء المربوطه. ونيجي نحول من مذكر ومؤنث، بنضيف تاء مربوطه للكلمه المذكر عشان تبقى مؤنث. والقاعده اللي بعد كده اهو، المذكر والمؤنث اللي كنت لسه بقولها. المذكر اي كلمه بتدل على مذكر، بتدل على ولد، تخص الولد. المؤنث كلمه بتخص البنت او المؤنث. عندنا ام، عايزين نصنف الكلمات دي مذكر ولا مؤنث. ام مؤنث. زرافه، مادام في اي كلمه اخرها تاء مربوطه تبقى مؤنث. زرافه مؤنث. جد مذكر. قصه فيها تاء مربوطه مؤنث. كتاب مذكر. فيل مذكر. هنا بنضع دائره حول الاجابه الصحيحه. ولد مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. بنت مؤنث. كره فيها تاء مربوطه، فخلينا عارفين كده قاعده، اي كلمه فيها تاء مربوطه تبقى مؤنث. بطه مؤنث. قلم مذكر. زهره مؤنث. اسد مذكر. كل دي تتربط تاء مربوطه. هنا بيقول لي حول المذكر الى مؤنث. طفل تبقى طفله. طويل طويله. جميل جميله. تلميذ تلميذه. بنضيف للكلمه تاء مربوطه. انا مش عايزه اكتب بس في الملزمه عشان دي بتاعت ابني عشان ما يزعلش. بنضيف للكلمه تاء مربوطه، الفرق بين المذكر والمؤنث. ندخل على القاعده اللي بعد كده. كل دي تدريبات حول المذكر لمؤنث. هو طبيب، هو ولد، هي بنت، هو طبيب، هي طبيبه. في ناس بقى ايه، في اطفال الاذكياء شويه بنيجي تقول له احنا زي ما قلنا له المؤنث بنضيف له تاء مربوطه، لما نيجي نحوله نحول من المذكر لمؤنث فهيجي اقول له هو ولد يقول لي هي والده، يضيف لي تاء مربوطه من غير ما يقرا، هو حافظ مش فاهم. فلازم نقرا كويس الجمله عشان نشوف مكتوب ايه. هو مهندس، هي مهندسه. هو جميل، هي جميله. هو يذهب، هي تذهب. هو يلعب، هي تلعب. كل دي تدريبات. هندخل بعد كده على الشده. احنا قلنا الشده، الشده دي اصلها حرفين، بيتنطقوا حرفين بس بيتكتبوا حرف واحد. الحرف المشدد اصله حرفين، الاول ساكن والتاني متحرك. ادغم الحرفين واصبح حرف واحد، يعني ادغم يعني اندمجوا ببعض وبقوا حرف واحد. فالشده دي حرفين، واحد ساكن واحد متحرك. متحرك ده يعني اللي هو فتحه او كسره او ضمه. عندنا حرفين دمجناهم في بعض بقوا حرف واحد، بيتنطقوا حرفين بس بيكتبوا حرف واحد. الشده انواع، شده بالفتحه وشده بالكسره وشده بالضمه. عندنا كلمه سبحة، لو جينا حطينا على الباقي دي شده هتتنطق مرتين، هتبقى سب ب، يعني مره الشده دي بنعتبرها سكون ومره نطقها بالفتحه، كان الباقي دي محطوطه مرتين، كانها باء عليها سكون، يعني الباقي دي كانها مرتين، باء عليها سكون، الباقي دي كانها مرتين، باء عليها سكون وباء عليها فتحه. فلما نيجي ننطقها نقول سب ب ح، سب ب ح، جم ما عي، سم ما عي. كل دي كلمات بالشده. فطبعا لما نيجي نقرا الحرف المشدد لازم نقراه كويس، عشان ساعات بيجي في تدريبات يقول لك استخرج الحرف المشدد وما بيحطش الشده، فانت تنطق من نطقك الكلمه تعرف الشده فين. يعني هنا شورت شورتي شورتي يي، يعني الطاء على شده، لا مش الطاء، جور تي يو، الياء اللي عليها شده، هو حاطط الشده على الطاء بس هي الشده على الياء. شور تي يو. مكتب ما فيهاش شده. بطه بطه بطه، خدتوا بالكم؟ بطه. فيل ما فيهاش شده. مقص مقصي، هو انا عامل شده على الصوت، مقصي. قطة، ده الشدة. كل دي كلمات بالشدة وتدريبات على الشدة. شوف اللي بعده، هندخل على اللام الشمسية والقمرية. اللام الشمسية بيبقى بعد اللام، الحرف اللي بعد اللام عليه شدة. اللام القمرية اللام عليها سكون. اللام الشمسية الحرف اللي بعد اللام عليه شدة، اللام القمرية عليها سكون. انا هضطر في الفيديو لحد هنا، هتوقف وهنزل فيديو تاني عشان الموبايل هيفصل شحن. انا اسفه، انا كنت عايزه اعمل الفيديو كله في مقطع الملزمه كلها او النحو كله في فيديو واحد، بس الموبايل احرجني الصراحه وكسفني مش هعرف اكمل عشان الخيال اللي عامله ده. كمان انا هنزل فيديو تاني، يا ريت تدعموني. اللي اتفرج على الفيديو وعايز اني انزل الجزء التاني يكتب لي في تعليقات انزله بسرعه.
تشبيعاتكم دي هي اللي بتديني الحافز. انتظروا مني باقي القواعد اللام الشمسية والقمرية، احنا هنجيبها من بره هنا كده، هنشرح اللام الشمسية والقمرية، تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم، الضمائر المخاطب انت وانت، المفرد والجمع، الفعل الماضي والمضارع، وازاي نضع سؤال، وهنغني اغنيه حلوه قوي لادوات الاستفهام، هتعجبكم قوي 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 قوي. يا ريت كل اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك ويكتب لي في التعليقات عايزين الجزء الثاني علشان انزله بسرعه، ويا رب الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياد التعليميه.